الأخضر ونقطعه كمان شرائح رفيعة، وراح أقطع البصلة كلها، العود الأخضر مع البصل بالطريقة اللي بينا عندكم، لأنه البصل الأخضر راح يعطيه لون ونكهة كتير مميزة عن البصل العادي. ممكن نضيف كوسة ونقطعه بهالطريقة، أو نكتفي بالملفوف اللي راح نشوف بطريقة تقطيعه كمان شرائح رفيعة مثل ما باين عندكم بالفيديو. حاولوا تكون الملفوفة صغيرة، بتساعدكم كتير انه الشرائح تكون رفيعة كتير، وبنفس الوقت الطريقة كتير اسهل بالتقطيع. راح تاخدوا بس الطرف الملفوفة وتقطعوه بالطريقة اللي باينة بالفيديو. وهيك الخضار صارت عندي جاهزة، راح اقلبها بزيت الزيتون على نار عالية. طبعا راح ابدا الخضار بالتدريج، راح ابدا بالجزر لانه بياخذ وقت اكثر بالاستواء. وبعدها راح اضيف الملفوف وكمان اقلبه مع الجزر لحتى يتدبل شوي. بعدها راح اضيف البصل والبصل الاخضر مع بعض وقلبهم مع باقي الخضار لحتى كلهم يدبلوا وياخدوا عندي لون الاستواء. راح اضيف عليهم فلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح، ما راح اكتر كتير ملح لانه بدي اضيف عليهم صويا صوص، وبقلب كل الخضار ليتدبلوا بالبهارات منيح. وبعدها راح اضيف عليهم معلقتين صغار من الصويا صوص، ما رح اكتر صويا صوص لانه رح اعمل جنب السبرينج رول صلصة كتير طيبة لحتى نغمس فيها السبرينج رول. بعد ما اقلب كل الخضار ويدبلوا عندي منيح، رح اطفي عليهم واتركهم يبردوا لحتى اقدر احشيهم بالرقائق العجين. ورح نحتاج للطحين ومي لحتى نلزق فيه العجين، نخلطهم منيح ومنحطهم على جنب لحتى نلزق فيهم الرقائق السبرينج رول. تقدري تستخدمي اي رقائق سبرينج رول، انا استخدمت هالرقائق السويت. طبعا اذا كانوا مفرزين لازم تنزلوهم من الفريزر قبل بوقت. بعدها راح احط الحشوة بالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو، وادهن المثلث طرف العجين على شكل مثلث، وبعدها لف السبرينج رول بالطريقة اللي باينة بالفيديو، وحاول شد على العجين لحتى تكون الرقائق مو كتير سميكة، تكون رقائق رفيعة بنفس الوقت شكلها كتير حلو. ورح نعمل وحدة تانية لحتى تشوفوا طريقة لف السبرينج رول. طريقة كتير سهلة وما رح تاخد معكم وقت أبداً، خاصة إذا جهزتوا حشوة السبرينج رول الخضار قبل بوقت، وبتقدروا تحطوهم بالفريزر وتستعملوهم كل ما بدكم تعملوا سبرينج رول، مجرد إنه نقليهم بالزيت أو تستخدموهم فورا. وبعد ما خلص كل كمية الخضار والعجين اللي عندي، راح احمي الزيت القلي واقليهم بالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو. راح احط كل 4 أو 5 حبات مع بعض اذا كانوا مو مفرزين، لانه لما بنقلي الاشياء المفرزة راح يبرد معنا الزيت بسرعة، وهيك راح يكون يأثر على درجة استواء الرقائق وما يعطوا اللون الذهبي بسرعة او القرشة تبعيتهم. لذلك بنقلي المفرزات بكمية اقل. إذا كانت العجينة عندك مو مفرزة فيك تحطي 4 أو 5 حبات، ما في مشكلة. أول نحن عم نقليهم نقلبهم لحتى يعطوا هالشكل الحلو، وبنفس الوقت يستووا من كل الأطراف. وهي رقائق السبرينج رول بعد ما خلصت، كتير لذيذة وشهية، بتمنى من كل قلبي تجربوها، رح تاخدوا نفس نتيجة المطاعم تماما. هلا رح نعمل الصوص اللي رح نغمس فيه السبرينج رول.
حطيت 3 معالق كبار من الكاتشب، راح أضيف عليهم 3 معالق من الخل الأبيض. وثلاث معالق من المي. بعدها رح أضيف صويا صوص معلقتين كبار، ورح أضيف عليهم معلقة كبيرة من الكورن فلور ومعلقة كبيرة من السكر. إذا بتحبوا الصوص سميك شوي فيكن تحطوا معلقتين من الكورن فلور، طبعا بتزيدوا المي او بتقللوها حسب سماكة الصوص وكيف بتحبوا. واخر شي رح نضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم الباودر، رح يعطي الصوص نكهة كتير مميزة. واذا ما عندك ثوم باودر فيك تضيفي ربع معلقة صغيرة ثوم مهروس. ورح نقلب كل المقادير على نار هادية. شايفين سماكة الصوص ما لازم تكون كتير فيها مي، لازم تكون سميكة شوي أقرب للجل أو للشكل الهلامي. وبعدها رح نضيف آخر شي شطة حسب الرغبة. وهيك صار عنا سبرينج رول جاهزين مع صوص مميزة. بتمنى من كل قلبي تجربوا هالطريقة لأنه رح تاخدوا أطيب سبرينج رول ممكن تذوقوهن، أطيب من المطاعم والجاهزة، وبنفس الوقت بطريقة أنظف وكتير اقتصادية. يعني من شوية خضار وعجينة سبرينج رول رح نعمل كمية كبيرة من السبرينج رول. إذا حبيتوا وصفة اليوم ما تنسوا اللايك والشير واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أيام مقبول وفطار شهي ورمضان كريم.